استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مقترح حزمة الحوافز الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية، وذلك خلال اجتماع مع وزير الصحة. خلال الاجتماع أكد مدبولي توجه الحكومة لتشجيع القطاع الخاص على التوسع في المشاركة في تقديم خدمة الرعاية الصحية وكذا الخدمات التعليمية، وذلك بهدف رفع مستوى هذه الخدمات المقدمة للمواطنين ومن تم العمل على تقديم المحفزات والتيسيرات اللازمة.